لا شك انه الجزء الاول من ام عبده الحلبيه رغم انه كان كتير كتير بسيط نال اعجاب كتير من الناس وشافته سبب صدقه. على اليوم هي من تحل يا ويل ويل حال انقطع يا ويل ويل ضرب حلب ضرب حلب ومشيك كله سجر سيتوني كله سجر زيتوني وحاج تبكي وتنوحي وبكره منجي عيوني باكر باكر نجي يا عيون عيون عيوني وعلى يمه يا يمه وعلى اليوم يا يوم يا يهو حيل انت حل يا ويلي ويلي حيل انقطع يا ويلي. لا شك انه الجزء الاول من ام عبده الحلبيه برغم انه كان كتير كتير بسيط فنيا على الارض كان مصور بمعدات بسيطه جدا بخبرات ضعيفه جدا الى انه نال اعجاب كتير من الناس وشافته بسبب كتير بسيط يعني سبب صدقه عفوية طرح المواضيع نقل صورة حقيقية نقل واقع من جوا حلب وجوا الأرض اللي الناس كانت متعطشة تشوف حقائق ما كانت تشوفها من وسائل إعلام تانية فنقدر نقول عنه هو عمليا إعلام بطريقة درامية. مع عبدوزة كاتب جعنا سندويش زعتر خورنا من جوا لك الله يفرج علينا بقولك الله يفرج علينا لا مي مثل عادة ولا كهرباء عم نشوفه بالطرحات لك إيش هالك يا ربي فرجك يا الله فرجك ثلاثة اثنين بسم الله عالسريع لا تتعوقي جت قول الله ثلاثة اثنين واحد تسجيل نجاح الجزء الأول هو اللي دفعني أنه أعمل جزء تاني وخاصة أنه كان في ردات فعل كتير حلوة من قبل الناس اللي شافته وقدرت تفهم شيء من الواقع اللي عم يعيشه الشعب السوري في الأماكن المحررة في الداخل السوري. الله لا يعطيكم العافية أجل طعم يلا شبابنا خلاص لا تاكل هم هلا انا سوي لنا سندويش زيت وزعتر ودفت فرنجي امي حنعمه ايش بيشكي لحم بعجين الفقراء يعني خلاص بتقوم نسوي لهم. انت بدك تصور عمل درامي في الداخل السوري تحت القصف، طيب تكون بدالي انت اول شيء بدور في راسك انه انت كيف بدك تامن المكان الاقل خطوره يعني في كل لحظة في صاروخ في كل لحظة في قصف طب شلون استشارة أهل الخبرات كان لابد منه أنه يقولوا لك أو يدلوك أو يرشدوك للأماكن اللي أقل تعرض للقصف فعلا أنه الجميع أجمع على أنه الأماكن المحازية أو في الجبهات اللي هي على الجبهات والموازية تماما للنظام هي الأكثر أمنا وأقل قصفا يا إلهي تم استلام البيت واستلام مفتاح البيت بأمان فول قبلي خير عمليا أنت بدك تاخد الطفل من بيته بدك توصله للمكان لوكيشن مكان تصوير هاي مرحلة كمان ما هي بالسهلة أنك تجيبه خاصة تزامن مع بدء العام الدراسي فهذا الأمر كان لابد من أنك تنظم وقتك ما بين دوام المدرسي وأوقات التصوير
الملابس هي بحد ذاتها يعني مصيبة، إنك خاصة الأدوار اللي عم تلعبها الأطفال أدوار أكبر من عمرهم بكتير، فهي عمرها 10 سنين وحجمها سمول، حجم طفلة صغيرة، بنت صغيرة، بدك تلبسها وتلعبها دور حفيدة، بدك تجيب لها الملابس هي العتيقة شغل حلب القديمة، فهي بحد ذاتها مشكلة تانية. هي فيك تقول السهل الممتنع أو فيك تقول المتعة الحقيقية أثناء تدريب الأطفال، بدك تجي تفهم الطفل دوره، وبالحقيقة أنه الأطفال يعني أزهلوني. يلا 4 3 مبتدئ. هلأ نحن قعدنا، مين يبدأ الحديث؟ أم علي بكل رزانة وثقة بالنفس. إن شاء الله ألف مبروك يا أم عبدو، الله فرحتلك من كل حاجة. يعني فرح حالي إنه أكابر وهيك الله. لا هي الوحيدة ابن السادس فيكم. والله. شكرنا ورعمتك وصلت لساحة سعد الله. نعم نعم. 4 3 2 بسم الله. خمس سنوات من القصف والمعاناة، جيل ما شاف من عمره سوى القصف، شلون بدها تكون حياته؟ شلون بده يكون داخليته؟ هذا الطفل بحاجة لدعم نفسي، لازم تأمن له مين يدخل لداخله ويعرف من شو عم بيعاني هذا الطفل. يلا قبل انا فيك تعرفيني اكتبوا هلا ما بشي خلاص. شوفوا شلون الممثله الشاطره بدها تطلع من حاله الحزن. 1 2 شو شلون بدها تضحك؟ صوريه صوريه صوريه. شو شلون بدها تضحك؟ كيف لا بهي ايه 5 4 3 2 بدأنا العمل. البرنامج اليومي صباحا المدرسة لا شك أنه لازم يكونوا بمدرستهم بعد الظهر، بدك تجيبهم للوكيشن، تناول طعام غداء، البدء بالتصوير. شكرا عمو العزيز. أهلا وسهلا. يلا تفضلوا. يلا تفضلوا. أخوة يا صحة وهلا. أنا من الجوع. جوعانين؟ كتير 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 كتير. رح نعم تعرف شو ما؟ القصف طبعا لابد منه، هذا ملازم معنا كل فترة، كل ساعة بساعتها بده تنزل طلقة، بده ينزل صاروخ، بده ينزل حوالينا باعتبارنا نحن في المكان الأكثر أمنا. والله أنا ما دخلني العالم هيك عم تحكي. واسألي إم علي خيطه أنا ما بعرف شيء ولا بحطه حدا في زمتي. والله العالم هيك عم تحكي مو صح الحمد لله. خيطه أنا ما سمعت شيء ولا بعرف شيء. لا لا أحسن أرجوك. 4 3 2 بسم الله. لا تاكلوهم، انا بحطها تحت بالغرفه تحت كلياتها ببوده، وبحط لها شاشيه مشان ما يجي عليها لا القطط ولا البرغش. الله يخليك. 5 4 3 2 يا سليم ورقه يعني على القصير ما
تيجي لعنا، مو على اساس نحن ارهابيه وما بخلوا اولاد ابننا يربنا بيهم نحن، لانه ما بدي اتحمل مصروفنا لا الي ولا لاولادي. كبونا برا يا امي. يلا يلا الله اكبر. احمد نزل عليك. وين بدنا نعمل العرض؟ بدنا نعرف شو نجهز حالنا. كات عيدك. بس تروح عشان مطعم بيجي فيها صوت غير اطعمه. ممكن شو لفطه بكري خلاص ما صار شيء. طيارة عادية ايش بك؟ يلا بعد غياب الضوء لا يمكن انك تستمر في العمل، ما بصير خلاص. اهالي الاطفال بانتظار او اطفالهم، الطفل بيرجع لبيته بده يقوم بواجباته المدرسيه، بده يكتب وظيفته، بده ينام بكير، لانه بتعرف مستحيل انك تمشي بعد 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 غياب الشمس. ما تخيلنا ابدا انه نكون بهيك موقف. تقريبا انهيت تصوير في الداخلي، في عندي مشاهد خارجيه، تحديدا كان على ما اعتقد كان يوم جمعه، خرجنا مع الفريق الاطفال للتصوير. طبعا هو كان يوم بالنسبه لي يوم، يعني انا ما بحب احكي عنه، ما بحب اتذكره الحقيقه. بدانا التصوير، مقرر في زاوية معينة. أنا خطر لي إنه هون بده يقعد بياع السحلب، وعلى فكرة نحن هلا عم نشرب سحلب كمان على سيرة شيء وشيء أذكر. ما بعرف إيش دار في 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 هاجس إجاني أو في فكرة، ما بعرف إنه لا هون خلي الطفل يجي لهون نصور بالزاوية المقابلة له، تبعد عنه صدقني مو أكثر من 25 أو 30 متر. ثلاث دقائق تماما بعد هذا القرار بينزل صاروخ بيبعد عننا أكثر، ما أكثر من 50 متر. فتصور هالموقف هاد، لحظات مرت كأنها يمكن سنة. غبار، صمت، صمت بعد الضربة القوية. يمكن أدانيك ما بتسمع، يمكن أنا ما بعرف، يعني قوة ضغط الصوت بعدها مباشرة بتحس إنه سكوت. تجي بقى الأفكار، يا ترى
انت عايش؟ لا الاطفال بتصير بتطلع واحد اثنين ثلاثة بتصير ترجع لك الذاكرة وبيرجع الاصوات. فجأة بيجيني صوت ام عبد داخل. داخل معدل